الاستروجين اصلا عند الانثى بشكل مناعه تجاه الفيروسات اكثر من هرمون التستوستيرون وهو هرمون الذكر. فلذلك هي اصلا الانثى عندها مناعه تجاه الفيروس. الشغله الثانيه وجدوا برضه بالاحصائيات انه المراه او الانثى ملتزمه كثير من ناحيه الحجر والابتعاد ولبس القفازات والجلوفز والكمامات اكثر من الرجل والتعقيم. والرجل شوي اقل التزاما بهالموضوع فبيخليه عرضه للاصابه. واخر شيء انه النساء من اوائل الناس اللي لما تنصاب مباشره بتروح للهيلث كير للجهات الصحيه عشان تفحصونا، ولذلك اللي بينفحص بكير ببلشوا يعالجوا فيه من اولها او يتابعوه، فهو بيكون في احتماليه انه ينشفى اكثر. لكن الرجال شوي بيتاخروا انهم يروحوا للجهات الطبيه عشان يسالون، فهذول الاسباب اللي بيخلوا نسبه الوفيات عند الرجال اكثر. في سؤال عندنا اخر سؤال وهو شو العنايه اليوميه للبشر اللي تنصحنا فيها يا دكتور في ظل ظروف الحجر الان؟ هذا سؤال لي باختصاص الجلديه. كونه كثير طبعا اغلب الناس اللي بيعتنوا ببشرتهم في عندهم مستحضرات موجوده بالبيت. احنا بنحكي دائما ما تخلوا فتره طويله لغسل الوجه بالغسولات. ليش؟ لانه بيصير في عندي تراكم بطبقات الجلد والخلايا الميته على الجلد، فلازم انا اغسل باستمرار يعني اقل شيء مره باليوم. اثنين، الترطيب للبشره، لانه احنا ما زلنا بنعيش اجواء الشتاء الى الان، انه بلشنا بشهر 4 لكن الاجواء شويه بعدها بارده وفي عندنا جفاف في ترطيب البشره. الشغلات التقشير الخفيفه اللي ممكن نستعملها زي سكراب للوجه او الشغلات البسيطه. وطبعا في المستحضرات، نرجع للمستحضرات البيتيه اللي موجوده، استعمال الزيوت الخفيفه، استعمال الالوفيرا، هاي الشغلات ممكن تعطي ترطيب للبشره ونضاره للعنايه. يعني هاي الامور صراحه، وكثير من الاسئله اللي سالت عن العنايه البيتيه بكل شيء، الان نحكي للناس بدك شوي تثقف نفسك كيف تدير بالها حالك ببيتك، على صحتك على بشرتك، لانه اعتبر دائما انه الموضوع مطول فبدك تكيف نفسك مع هذا الوضع. خليكم معنا، راح نكمل الان وراح نحكي مع بعض الاستشاريين منا، استشاريين القلب دكتور محمود ابو زريق راح يكون معنا بعد الفاصل.